نستضيف بقناة الفجر الرياضي أحد أعضاء ديال الجمعية المنظمة اتحاد خان يونس لكرة القدم سعيد باغوري المعروف بالروح الرياضية والفاعل الجمعي بين تطوان. قال أكثر مع هذا العرس الكروي الختامي ديال كرة القدم بمناسبة عيد العرش اللي كتنظمو اتحاد خان يونس لكرة القدم. كيف تقارن أكثر عند النسخة الثانية ديال الدوري هذا؟ الرحيم سعيد الباغوري كتيب العام ديال جمعية اتحاد الخان يونس لكرة القدم بتطوان. ولا كنشكر السلطات المحلية على المجهودات اللي دارت باش نجحنا هذا الدوري، وكنشكر وكنقدم تهاني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله للذكرى ديال عيد العرش، وكنتمنى له دوام الصحة والعافية. وبالنسبة لهذا الدوري راه شاركوا فيه 32 أزيد من 32 فريق من الكتاكيت الصغار البراعم وحتى البنات. وبالنسبه لهذا الدوري المجهودات اللي دارت الجمعيه ديال اتحاد خان يونس من جوائز من جميع ميداليات من جميع المراكز، وكنتمنى استمراريا هذه الجمعيه، وكنتمنى الروح الرياضيه في المباراة النهائية لجميع الفئات، وكنتمنى يكون هذا الدوري بالنفع على هذه الوليدات الصغار. السي سعيد، ما هو الهدف من تنظيم هذا الدوري هذا؟ خصوصا الدوري في المستوى الفئات الصغرى. بالنسبة لهذا الدوري هذا هو بالنسبة كاينة عطلة صيفية، والوليدات ديال الأحياء الشعبية بالنسبة لهم كيبقاو غير في الأحياء الشعبية. ما كاين سفاريه، ما كاين حتى شي وضعي الاجتماعي كنعرف الوضعي العائلي، وكنأطروهم وكنكونوهم وضمنا لهم هذا الدوري باش مابقاش الفراغ عليهم، مابقاش الفراغ، ما يبقاش واحد الفرق بيناتهم، الفراغ بيناتهم، الفراغ بيناتهم. وكنتمنى يسعدوا ونشوفوا حنا كيف كنشوفوهم مساعدين، حنا كنفرحوا بزاف. شي رساله، شي كلمه اخيره تقولها السعيد؟ كلمه اخيره شي رسالة حرة تقولها لمن؟ كنشكر جميع السلطات أولا، كنشكر جلالة الملك نصره الله على المجهودات، على هاد الملاعب ديال الكوبر اللي نفع بهم بزاف ديال النشيئة الأحياء الشعبية. الأحياء الشعبية وزعما راه حنا ما عشناش في هاد الظرفية هذه، العشب الحمد لله ملي الملك ديالنا عطانا منا هاد الملعب، كنتمنى